بنت الدقهلية رجعت اخيرا بعد ما اختفت في ظروف غامضه. بنت لسه طالبه في تانية ثانوي اختفت من اسبوع بطريقه مريبه، وسواق التوك توك بيوصل اجهزه الامن ليها، ولغايه دلوقتي محدش قدر يوصل للحلقه المفقوده. وعشان تعرفوا ايه حكايه البنت تابعونا. جنة والمشهوره اعلاميا ببنت الدقهلية اختفت من اسبوع، وتحديدا بعد ما طلعت من امتحانات اخر السنه. وقت خروجها كانت الساعه 10 صباحا، وكاميرات المراقبه اظهرتها واقفه بمنطقه قريبه من المدرسه وقاعده بتعيط زي ما الشهود كانوا بيقولوا. والمفاجاه انها اختفت عن اهلها برغبتها. المفاجاه الثانيه ان في سواق توك توك وقف ليها بس هي رفضت تركب معاه، وبعدها على طول اختفت جنة. وهنا الحلقه المفقوده، هل سواق التوك توك ليه علاقه باختفائها، خصوصا ان والدها جمال عبد الغفار شك ان بنته اتعرضت لمحاوله ابتزاز الكتروني، وده احتمال كبير يكون السبب انها تبعد عن البيت من غير ما اهلها يعرفوا. ده غير كمان ان ابو جنة اعلن عن مكافاه ماليه قيمتها 100,000 جنيه اللي يكون عنده اي معلومه تساعده يلاقي بنته، لدرجه انه كتب على صفحته الشخصيه على الفيسبوك اقسم بالله الفلوس هتوصل له بمجرد التاكد من المعلومه. والحمد لله الاجهزه الامنيه رجعت ببنت الدقهليه المفقوده، وفتحت تحقيقات موسعه وتتبعت خط سيرها، ده غير التحقيقات المكثفه مع المقربين منها.